السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد فوز المنتخب الوطني المحلي بكأس إفريقيا 2018 للاعبين المحليين لأول مرة كتقام المغرب ولأول مرة كيفوز بها المنتخب المغربي، كانت مجموعة ديال الردود والأفعال ديال الكثير ديال وسائل الإعلام، ومن بين الردود هو الإعجاب الكبير اللي أثاره لاعب المنتخب المغربي والنجم والاكتشاف ديال كأس إفريقيا المحليين اللي هو أيوب الكعبي. أيوب الكعبي اللي كيلعب مع فريق نهضة بركان واللي حد الآن تقريبا مسجل 6 أو 7 أهداف، واللي كان الهداف ديال البطولة ديال القسم الثاني صحبة فريق الراك اللي طلع القسم الأول برصيد أهداف 24 هدف. كيقول المثل إلا بغيتي تعرف الجزار غادي تعرفه من الشدة ديال الموس، وحتى الكوايري غادي تعرفه من اللمسة ديالو ديال الكرة، لا توش دو بال ديال العايبي كتبين لك انه واش العايبي ولا ماشي العايبي. ايوب الكعبي ما شاء الله تبارك الله مميز، وماركا عدة اهداف بالرجل اليمنى الرجل اليسرى بالرأس، وكان هو النجم الاوحد ديال هاد الشان هذا، ولهذا من غير المفاجئ انه يتلقى عدة عروض وياخذ الجائزة. كيف ما كيقول مثل لكل مجتهد نصيب، ولعل اول هدية لأيوب الكعبي هو أنه غادي يكون حاضر في اللائحة اللي غادي يصدرها رونار الشهر القادم ديال التجمع اللي غادي يكون بسويسرا، وغادي يكون مباراة ضد صربيا وأوزبكستان. وهناك أيضا كان بعض الفرق اللي كانوا تابعوا اللاعب أيوب الكعبي، ومنها فريق الزمالك المصري اللي خرج الرئيس ديالو بتصريحات على أنه وقع عقد مبدئي، ولكن اتضح أن الأمر ما يتعلق إلا بإشاعات رغم أنها صادرة عن رئيس الزمالك بنفسه، ولكن هذا الرئيس معروف بمثل هذه المزايدات. بعد ذلك الأخبار كتقول بلي أن فريق ترابزون سبور تركي كان بغي يتعاقد معه وكان حاضر في مدينة الدار البيضاء. والجديد هو أن أيضا نادي أتلتيكو مدريد على حسب الصحافة الصادرة اليوم أن فريق أتلتيكو مدريد حتى هو باغي يتعاقد مع أيوب الكعبي، رغم أن انتقالات الشتوية انتقت أي الميركاتو، ولكن هما يا مديرين اللعب باش يوقعوا معاه في نهاية الموسم. وكنا كنعرفوا فريق أتلتيكو مدريد وشحال ديال المهاجمين المتميزين اللي تعاقد معهم وكانوا مغمورين ومن بعد ذلك تألقوا. كنتمنوا لأيوب الكعبي مسيرة موفقة، خصوصا أنه لاعب مميز وبصراحة يستاهل شي فرقة كبيرة، كما أنه لاعب متواضع وأخلاق ديالو رائعة، زعما ماشي شي واحد اللي متكبر ولا شي واحد اللي مغرور. كنتمنوا له النجاح وانه يتأنى في اتخاذ القرارات، ونتمنوا انه ما يتخذش قرارات متسرعة ويتبع الفلوس ويمشي للخليج. الا بغى انه يكون له نجم كبير ويكون عنده مستقبل كبير في كرة القدم المغربية والعالمية ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، والى حلقة اخرى، وما تنساوش تقيدوا معنا في القناة.